من ناسا إلى تسلا، وصولا إلى شركات الصين واليابان، علماء ونوابغ مصر والجزائر والمغرب مطلوبون لكبرى شركات العالم، وجزء كبير من تكنولوجيا اليوم بفضل اختراعاتهم أصبحت موجودة. لولا علماء المغرب لما وجدت السيارات الكهربائية، ولولا علماء الجزائر لما كنا نستخدم اليوم هواتف نقالة، ولولا مخترعي مصر لكانت مشاهدة هذا الفيديو بجودة عالية أمر شبه مستحيل. لا نحدثكم عن أمجاد الماضي، وإنما عن نوابغ الحاضر والمستقبل. إليكم حديثا شيقا عن أشهر العلماء العرب في العصر الحديث، أحلامهم التي أصبحت حقيقة، إنجازاتهم، طموحاتهم، وماذا يرسمون لمستقبل بلدانهم. أينشتاين الجزائر بالقاسم حبة. هل كنت من الأشخاص الذين استخدموا الهاتف المحمول بحجمه الكبير؟ وتتمتع اليوم بهاتفك المحمول الأنيق وتمارس من خلاله هوايتك في التصوير؟ هل قضيت أياما رائعة وأنت تلعب الفيفا على بلاي ستيشن وتسخر من صديقك الذي يصر على أن خسارته كانت بسبب ذراع التحكم؟ إذن يجب عليك أن تشكر هذا الرجل الجزائري على الأيام الجميلة التي قضيتها. بالقاسم حبة مخترع جزائري درس في جامعة أمريكا، وقرر العودة إلى الجزائر في الثمانينيات لكي يعمل في بلده، لكن لك أن تتخيل أنه لم يجد عملا له، وعندما وجد كان عليه أن يسافر لساعات يوميا من أجل أن يمارس مهنة التعليم في الجامعة، فقرر السفر إلى اليابان ومن ثم إلى أمريكا، ومع الوقت أصبح العربي الأكثر اختراعا في التاريخ. هذا الرجل ليس لديه وقت ليضيعه، فبينما أنت تفعل ما تفعل يقوم بالقاسم باختراع أمر ما في كل أسبوع، حتى بات بحوزته 1500 براءة اختراع، كما أنه يتصدر قائمة أفضل 100 مخترع في العالم، وله الفضل في الكثير من التكنولوجيا التي نستخدمها. والآن وقبل أن نبدأ قصتنا المميزة لهذا اليوم، ندعوك للاشتراك في قناتنا وتفعيل زر الجرس. خيبة أمل جزائرية. ولد الجزائري المعروف بالأوساط العلمية بالعربي الأكثر اختراعا سنة 1957 في ولاية وادي السوف الجزائرية. التحق بالمدرسة الابتدائية في مسقط رأسه، وبعد انتهاء تعليمه الثانوي التحق بجامعة هواري بوميديان للعلوم والتكنولوجيا في باب الزوار، وهناك حصل على الدراسات المعمقة في الفيزياء. بعد أن أنهى دراسته قرر بالقاسم أن يقدم ملفه للدراسة في الخارج على نفقة الدولة الجزائرية. لم يكن يتوقع بالقاسم رغم تفوقه أن اسمه سيكون من بين المقبولين، بل المفاجأة كانت أنه التحق في أرقى جامعات أمريكا في كاليفورنيا، وفيها حصل على الدكتوراه في الطاقة الشمسية. عمل خلال تواجده في أمريكا بعملاق الحواسيب IBM، وتركزت أبحاثه على تطبيق أشعة الليزر على الميكرو إلكترونيكس. لكن بالقاسم لم يكن راضيا عن عمله، لأنه أراد أن ينقل خبراته وتعليمه إلى بلده الجزائر، وهذا ما حدث، فقد قرر أن يترك كل شيء خلفه ويتوجه إلى مسقط رأسه. لكن ما حدث معه في الجزائر لم يكن في الحسبان، حيث حاول جاهدا البحث عن فرصة عمل له ولكن بدون جدوى. وبعد بحث مضن وجد وظيفة في جامعة بسكرة، والتي تبعد عن منزله مسافة 125 كيلومتر، أي أنه كان مضطرا لأن يقطع يوميا مسافة 250 كيلومتر لأن الجامعة لم توفر سكنا له. ومما زاد الأمر سوءا هو أن الجزائر كانت تمر آنذاك بمرحلة أمنية حرجة، والتنقل بين جامعته ومنزله كان يحمل الكثير من المخاطر. أمام هذا الواقع الصعب لم يتمكن بالقاسم من الصمود سوى لعدة أشهر، وبخيبة أمل كبيرة قرر بالقاسم أن يعود أدراجه. مسيرة المخترع العربي. بعد رحلة غير ناجحة خاضها بالقاسم في الجزائر، بدأ يبحث عن عمل له خارج البلاد ليتمكن من الحصول على عرض من شركة NEC اليابانية، وهناك تابع أبحاثه في تطبيق أشعة الليزر على الميكرو إلكترونيكس. عمل بالقاسم في اليابان لمدة 6 سنوات، ثم قرر الانتقال إلى أمريكا،
وهناك انضم سنة 1996 إلى شركة إكسبيري الناشئة كباحث ومخترع، والتي كانت تعمل على تصغير حجم الهواتف النقالة. ثم قام بإنشاء شركته الخاصة سيليكون بيبي التي اشترت خدماتها شركة سامسونج، ليبدأ عمله الجديد بشركة رامبوس، وعمل مع فريقه لتصغير ذواكر الحواسيب والتي كان لها الفضل بإدخال الكاميرات إلى الهواتف النقالة، كما عمل على تطوير البلاي ستيشن 2 و 3. تمكن بالقاسم من تسجيل أول براءة اختراع له في عام 1990، ولم يسجل ثاني براءة اختراع إلا بعد 7 سنوات. لكن الأمور تغيرت بسرعة، وأصبح يقدم كل أسبوع براءة اختراع، حتى باتت بحوزته 1500 براءة اختراع حتى عام 2020، 500 منها قام بتسجيلها في الولايات المتحدة. يعمل الآن البروفيسور بالقاسم في شركة تيسيرا تكنولوجيز، وأطلق قبل سنوات جمعيته الخاصة والتي تهدف لجمع المخترعين الجزائريين، وتمكنت جمعيته من جمع أكثر من 600 مخترع لديهم نحو 3000 براءة اختراع. رشيد اليزامي، أبو بطاريات الليثيوم. تتحارب الدول على اختراعاته وينتظرون أحداثها لحظة بلحظة، لأن مستقبل العالم بين يديه. لو سألت أحدهم عما يشغل الناس هذه الأيام، قد تحصل على إجابات مثل التكنولوجيا، الطاقة، السيارات الكهربائية، بطاريات الليثيوم. إذن أنت الآن في ملعب عالم الكيمياء المغربي رشيد اليزامي، الذي يستفيد من اختراعاته المليارات من الأشخاص حول العالم، والرجل الذي اكتشف القطب السالب للبطاريات القابلة للشحن، والذي بفضله أنت الآن تشاهدنا من جهازك المحمول. عندما وصل إلى اكتشافه، قال له رئيس إحدى كبرى الشركات العالمية: أنت تضيع وقتك. ليدخل في حالة اكتئاب لم يخرج منها إلا ومعه براءة اختراع لم ولن تكون الأخيرة. الأشخاص الثلاثة الذين ساهموا باختراع بطاريات الليثيوم حصلوا على جائزة نوبل. فلماذا حرم منها اليزامي؟ وما هو اختراعه الذي يعمل عليه ويحدث ثورة في العالم؟ تابعونا في هذا الفيديو المليء بالمعلومات الشيقة والجديدة لنخبركم بكامل الحكاية. لكن كالعادة وقبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. في 16 من أبريل عام 1953، استقبلت عائلة اليزامي مولودها الجديد لينضم إلى إخوته الستة. كان طفلا فضوليا أكثر من إخوته وأقرانه. في سن 10 كان يذهب لجمع الصخور وإحضارها إلى المنزل لتحليل تركيباتها. بعد سنوات قليلة تضاءل اهتمامه بعلوم الجيولوجيا، وأبدى اهتماما واسعا نحو الكيمياء، وبدأ بتجارب صغيرة تقوم على دمج بعض المركبات. في المدرسة الثانوية لاحظ الأساتذة عليه شغفه بالعلم والاستكشاف، وكانت نقطة التحول في حياته عندما أشار له معلمه بأصبعه قائلا: يا رشيد، ستكون كيميائيا. ومنذ تلك اللحظة ربط اليزامي جميع أحلامه بكل ما هو متعلق بهذا الاختصاص. في ثانويتي مولاي رشيد ومولاي إدريس تلقى تعليمه في المراحل الأولى. بعد تخرجه من الثانوية انتقل إلى الرباط، والتحق بكلية العلوم في جامعة محمد الخامس. لكنه لم يمكث سوى عام واحد حتى قرر الانتقال إلى فرنسا. درس هناك في معهد غرونوبل للتكنولوجيا عام 1978، وبعد أقل من 7 سنوات حصل على درجة الدكتوراه. ثم انضم اليزامي في المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي CNRS، ارتقى فيها بالرتب حتى أصبح مدير المركز في عام 1998، وهو المنصب الذي شغله على مدار 40 عاما الماضية. خلال الفترة التي قضاها في CNRS استغل فرص السفر والبحث في أماكن جديدة. قضى عاما في اليابان و10 سنوات في الولايات المتحدة، عمل فيها مع ناسا وكالتيك. في عام 2010 انضم إلى جامعة نانيانغ التكنولوجية NTU في سنغافورة كأستاذ زائر في علوم المواد، وعمل إلى جانب كوكبة من العلماء من فرنسا واليابان وأمريكا والمغرب. تمكن خلال عمله من تحقيق 150 براءة اختراع، وشارك في تأليف نحو 230 ورقة علمية.
تتناول أبحاثه الحالية بطاريات الليثيوم وتقنيات البطاريات المستقبلية ما وراء الليثيوم، بما في ذلك بطاريات الهواء المعدنية والقلوية ذات الأنود السائل وبطاريات أيون الفلورايد. اختراعات وأوسمة. عندما وصل اليازامي إلى اكتشاف أنود الجرافيت لأول مرة، قام بتقديم فكرته في اجتماع دولي في فرنسا، لكن رئيس إحدى الشركات الكبرى أخبره بوضوح أنه لا توجد إمكانية تجارية لاختراعه، وقال له: أنت تضيع وقتك. بعد هذا اللقاء أحبط اليازامي ودخل في حالة اكتئاب، ولكنه قرر أن يعمل جاهداً ويثبت صحة نظريته. في عام 1980 أصبح اليازامي أول عالم يؤسس الإقحام العكسي للليثيوم في الجرافيت في خلية كهروكيميائية باستخدام إلكتروليت بوليمر. وفي النهاية وصل إلى اختراعه أنود الجرافيت المستخدم الآن في بطاريات أيونات الليثيوم التجارية، التي وصل سوقها في العالم اليوم إلى أكثر من 158 مليار دولار. عمل اليازامي أيضاً على أشكال أخرى من مواد الجرافيت لتطبيق الكاثود في بطاريات الليثيوم، بما في ذلك أكسيد الجرافيت وفلوريد الجرافيت. وقبل أشهر حطم رشيد اليازامي كل الأرقام القياسية بعد أن وصل إلى سرعة شحن بطاريات بوقت غير متوقع من خلال تقنية جديدة أسماها الفولت غير الخطي، تعمل على تدبير تيار الكهرباء في البطارية بدلاً من التركيز على ضغطها الكهربائي. فالطريقة التقليدية للشحن تتطلب نحو نصف ساعة لتعبئة من 20 إلى 80%، أما تقنية اليازامي الجديدة لن تحتاج سوى 5 دقائق لشحن البطارية بشكل كامل. ويمكن أن تعمل هذه التقنية على جميع أنواع بطاريات الليثيوم المستخدمة في السيارات والهواتف الذكية. ويعمل اليازامي حالياً على مشروع استبدال الليثيوم بمادة أخرى وهي الفلور، وذلك لكونها متوفرة بشكل أكبر وتكلفة استخراجها منخفضة. حصل اليازامي خلال مسيرته على عشرات الجوائز، أبرزها جائزة تكريم للإنجاز العلمي والتكنولوجي التي صنفته كأفضل عالم عربي، والوسام الملكي للكفاءة الفكرية من ملك المغرب، وجائزة محمد بن راشد للتميز العلمي في الإمارات، بالإضافة إلى جائزة درابر التي تعادل جائزة نوبل في الهندسة، ويربح الفائز بها جائزة قدرها 500 ألف دولار. لكن لماذا لم يفز اليازامي بجائزة نوبل ولماذا حرم منها؟ في أكتوبر عام 2019 حصل اختراع بطاريات إيون الليثيوم على جائزة نوبل للكيمياء. حصل على الجائزة 3 أشخاص ساهموا باختراع البطارية، وهم من جامعة تكساس العالم جون غودينوف، ومن جامعة نيويورك ستانلي ويتينغهام، ومن اليابان جاء اسم العالم أكيرا يوسينو. لكن اللجنة أغفلت أهمية أنود الجرافيت العامل الذي اخترعه اليازامي، ونظراً لقيود جائزة نوبل والتي تمنح فقط لأكثر 3 أشخاص ساهموا في البحث العلمي والأكثر إنتاجاً خلال البحث، فكان على اللجنة اتخاذ قرار صعب للغاية، وتم استبعاد اليازامي في نهاية الأمر من القائمة. يجري اليازامي حالياً محادثات مع مستثمرين من أنحاء العالم لإنشاء معملين في المغرب، الأول سيكون مخصصاً لصنع بطاريات الليثيوم، والمعمل الثاني لصناعة الشواحن السريعة للسيارات الكهربائية. يؤمن اليازامي أن هذه المشاريع وغيرها ستحدث قفزة في صناعات المغرب المحلية والموجهة إلى العالم الخارجي. عبقري مصر، أسطورة الواي فاي. درس في مصر واخترع المستحيل في كندا، اختراع غير وجه الاتصالات، ولولاه أنت الآن لن تتمكن من مشاهدة هذا الفيديو بدقة عالية وإنترنت ثابت، لكن جنسيته المصرية وهويته العربية كانتا سبباً بعدم نيله للشهرة الكافية، ورجل استرالي قام بتقليد اختراعه ونال شهرة أكثر منه، لكنه نجح فيما بعد بتأسيس شركة ستقاضي كبرى شركات الاتصالات في العالم ليحصل منها على مبلغ فلكي. حاتم زغلول، العبقري المصري الذي اخترع الواي فاي وظلمه العالم، ما قصته؟ وما هو الاختراع الجديد الذي يعمل عليه والذي سيحدث ثورة جديدة في مجال الاتصالات؟
مخترع الواي فاي حاتم زغلول. ولد في محافظة الجيزة عام 1957، درس في مدرسة إمبابة الإعدادية، ثم التحق بجامعة القاهرة ودرس فيها هندسة الاتصالات. هنالك التقى حاتم زغلول مع صديقه ميشيل فتوش لأول مرة، وكون صداقة من شأنها أن تغير الطريقة التي يعيش بها المليارات من الناس. فيما بعد درس حاتم الرياضيات التطبيقية في جامعة عين شمس، ثم عمل بإحدى كبرى شركات البترول لمدة سنتين. أخيرا قرر السفر عند أخيه في كندا، وهناك تابع دراسة الماجستير والدكتوراه في مجال الفيزياء الكهرومغناطيسية، وعمل بعدها أستاذا مساعدا في جامعة كالجري أكبر مدينة في ولاية ألبرتا الكندية، وعمل باحثا في تالوس كوميونيكيشنز ابتداء من عام 1989. وخلال عمله في شركة الاتصالات الكندية طلبت منه الشركة إجراء أبحاث لزيادة سرعة الإنترنت والمساعدة في تطوير الجيل الثاني من الإنترنت للهواتف النقالة، ليقود فريقا من 24 باحثا من ضمنهم صديقه فتوش. واجهت الفريق مشكلتان رئيسيتان، الأولى تتعلق بالموجات المتعامدة، والثانية تتعلق ببطء نقل البيانات، وهما المشكلتان اللتان كانتا تواجه جميع الاتصالات السريعة آنذاك. لينجح الفريق أخيرا في حل هذه المعضلة والوصول إلى اختراع البنية الأساسية للواي فاي. ولكي تتخيل الإنجاز الذي تم تحقيقه هنا، قبل الواي فاي كان الإنترنت يعتمد على خط التليفون الأرضي الذي كان يسمح بمرور 1200 معلومة في الثانية فقط، لكن مع إنجاز زغلول تمكن من الوصول إلى 100 مليون معلومة في الثانية. جاء أول شكل لفكرة الواي فاي من الممثلة هيدي لامار، حيث قامت في عام 1943 بتقديم اختراعها كهدية للجيش الأمريكي الذي لم يجد من هذا الاختراع أي فائدة واعتبرها تكنولوجيا فاشلة، إلا أن الجيش الأمريكي استخدم هذه التكنولوجيا سرا وكذلك فعل الروس. وفيما بعد نجح زغلول بتطوير تكنولوجيا لامار إلى الشكل الذي نستخدمه حاليا، كما أن زغلول تواصل معها وقدم لها ما يقرب من 270 ألف دولار مقابل منحه حق استغلال اختراعها. أحدث اختراع زغلول ضجة عالمية بين شركات الاتصالات، وبعد 8 أشهر من تسجيل براءة الاختراع قام رجل أسترالي يدعى أوساليفان بتسجيل براءة اختراع مماثلة لكنها غير مكتملة، ثم قام باستغلال هذا الاختراع ونسبه إلى نفسه وبدأ ببيعه لشركات الاتصال العالمية، ليتحرك زغلول ورفاقه قضائيا ضد الشركات التي استخدمت تقنيتهم، ونجحوا بالحصول على تعويضات من 18 شركة اتصالات وصلت إلى نحو 2 مليار دولار. وبحسب زغلول فإن تمسكه بشخصيته العربية كان له تأثير كبير على شهرته العالمية كأكبر مخترع في العالم. لاحقا نجح زغلول مع فريقه بإجراء بعض الأبحاث الإضافية التي أنتجت التكنولوجيا الأولى في العالم الجديد 4G، ومن اكتشافاته الأخرى إمكانية تحديد مواقع الأجهزة اللاسلكية بالاعتماد على الشبكة فقط. في عام 1993 أسس زغلول مع شريكه فتوش شركة أطلق عليها اسم وايلان، ثم طرح وايلان للاكتتاب في عام 1998، وارتفع سهمها من $2.5 إلى ذروة بلغت $94، ووصلت قيمة الشركة إلى أكثر من 2 مليار دولار. وأقامت الشركة تحالفات مع كبرى شركات الاتصالات العالمية، لكن بحلول فبراير 2006 تراجعت أسهم وايلان إلى 66 سنتا فقط، ليغادر زغلول منصب الرئيس التنفيذي واستقال من مجلس الإدارة. بعد مغادرة زغلول أعادت الشركة التركيز على جني الأموال من ترخيص براءات الاختراع بدلا من تطوير التكنولوجيا الخاصة بها، وفي الوقت الحالي تبلغ قيمة اتفاقية الترخيص الخاصة بهم نحو 900 مليون دولار. إنترنت الفقراء، مشروع زغلول الجديد. إنترنت شبه مجاني بتقنية مبتكرة لجميع المناطق. يعمل حاتم زغلول حاليا على مخطط جديد يمكن أن يوفر وصولا رخيصا إلى الإنترنت لفقراء العالم، وفي النهاية إلى جميع البلدان مهما كانت ثرواتهم.
جاءت فكرة المشروع من عدم وصول الإنترنت للمناطق الفقيرة في العالم، ف18% فقط من الأسر الإفريقية لديها إمكانية الوصول إلى الإنترنت في المنزل، في حين أن 28% فقط من الأفارقة يستخدمون الإنترنت، وهو أدنى معدل على مستوى العالم. ووفقا للاتحاد الدولي للاتصالات، هناك 3,500,000,000 شخص، أي ما يقارب من 50% من سكان العالم لا يستخدمون الإنترنت. لذلك يعمل زغلول على إيجاد بديل منخفض التكلفة وبسيط. يخطط زغلول لاستخدام شبكة متداخلة تسمى إينوماش، حيث تعمل موجهات الواي فاي كعقد تنقل الاتصالات بأجهزة توجيه أخرى داخل الشبكة. سيكون لكل بلد نموذج إنترنت خاص به تسمى جزر شبكية، يتم التحكم فيها بواسطة كمبيوتر، والذي يعمل كمكتب مركزي يمكن لسكان المدينة الاتصال من خلاله. هذه العملية برمتها يمكن أن تكلف أقل من $1,000، وبالتالي يكون لدينا اللبنة الأساسية لشبكة اتصالات رخيصة. وتعمل شركة زغلول إينوفيتيان على إبرام صفقات مع شركات صينية لتصنيع 1,000,000 هاتف بسعر $20 فقط لكل هاتف. هدف زغلول هو الحصول على 30,000,000 مشترك في غضون 5 سنوات من إطلاق الخدمات. حصل زغلول على عدد من الجوائز والشهادات العالمية، حيث صنفته إحدى المجلات بالرجل الذي غير وجه الاتصالات، وصنف في عام 2000 كأفضل 10 كنديين. أسطورة براءات الاختراع، كريم زغيب. لا يعرف وقتا للراحة، إما أن يخترع أو يبتكر، وإما أن يموت، فالعلم والبحث لديه بمثابة إكسير الحياة. ولد وتعلم في الجزائر، ثم خرج منها شابا ليقوده مصيره إلى 3 بلدان في 3 قارات، في رحلة طويلة لم يحصد منها المال فقط، وإنما وصل إلى أكثر من 700 براءة اختراع و450 مقال علمي و23 كتابا في علوم الطاقة. من طفل كان يحلم بأن يصبح بائعا للفول السوداني، إلى واحد من أهم علماء الأرض في الكهروكيمياء. تتسابق كبرى شركات اليابان للحصول على خدماته، فإذا كنت تستخدم هاتفا نقالا لابد وأن تشكر هذا الجزائري الغامض والمجهول، لأن الهاتف أو اللابتوب الذي تشاهدون هذا الفيديو من خلاله يحتوي على واحدة على الأقل من التكنولوجيا الذي اخترعها كريم زغيب. وإذا حلمت يوما بهاتف يدوم مدى الحياة دون إعادة شحنه، قريبا سيصبح حلمك حقيقة، لأن هذا ما يعمل عليه المخترع الجزائري. فكيف سيحقق حلم الملايين بهذا الاختراع المبتكر؟ وما هي خططه التي يحلم في تنفيذها في بلده الأم الجزائر؟ تفاصيل كثيرة وأسرار مخفية نرويها لكم في هذا الفيديو. لكن وقبل أن نبدأ، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. في الجزائر ولد، وفي اليابان وفرنسا درس، ليستقر أخيرا في كندا ويصنع المستحيل فيها. من أب يعمل في مصلحة الجوازات وأم تدرس اللغة الفرنسية، ولد كريم زغيب في مدينة قسنطينة شرق الجزائر، ونشأ فيها مع أسرته المكونة من 9 أشخاص. في عام 1979 دخل المدرسة الثانوية وتلقى تعليمه على يد أمهر المدرسين العرب من جنسيات مختلفة من فلسطين والعراق وسوريا، ثم التحق بجامعة سطيف وتخصص بالإلكتروكيمياء. أنهى دراسته الجامعية في الجزائر، ثم حصل على منحة دراسية في فرنسا، وهناك حصل على الدكتوراه في الكيمياء الكهربائية من معهد البوليتكنيك في غرونوبل، ثم حصل على التأهيل لإدارة البحوث في جامعة بيير وماري كوري، وهو أعلى مؤهل جامعي في فرنسا، وأخيرا نال درجة الأستاذية من جامعة السوربون. استغرقت دراسته في فرنسا ما يقرب من 15 عاما، وعندما أنهى جميع مراحله الدراسية سافر إلى اليابان لتطوير مسيرته البحثية، وهناك عمل لمدة 3 سنوات في معهد أوساكا القومي. ولدى وجوده في المعهد اكتسب خبرته في بطاريات الليثيوم إيون،
في عام 1995 سافر إلى كندا ليبدأ مسيرة جديدة في حياته المهنية، بدأها من معهد هيدرو كيبيك، وجاء إليهم بجميع الخبرات التي اكتسبها، وقام لأول مرة بالعمل على تطوير بطاريات ليثيوم إيون. خلال وقت قصير أثبت براعته ومهارته، وبدأ بتسجيل براءات الاختراع واحدة تلو الأخرى حتى وصلت إلى حدود 700 براءة اختراع، لتقوم حكومة مقاطعة كيبيك الكندية بتعيينه مستشارا استراتيجيا في مؤسسة كيبيك انفستيسمون من أجل تطوير قطاع صناعة البطاريات للسيارات الكهربائية. ونظرا لإسهاماته الكثيرة حصل على أكبر جائزة علمية كندية. يعمل زغيب حاليا كأستاذ محاضر في جامعة ميغل الكندية المتميزة، ويترأس منذ عام 2017 مركز التميز هيدرو كيبيك، ويشرف على نحو 100 باحث من جنسيات مختلفة. كريم زغيب والجزائر. في الجزائر عندما كنت صغيرا لم نتمكن من شراء الأشياء التي تشبع فضولنا، علمني ذلك الابتكار من أجل صنع الشيء الذي يشبع فضولي. ثم وفي إحدى المرات وأنا أتمشى في شوارع الجزائر المزدحمة، عانيت كثيرا من تلوث السيارات وبدأت بالسعال، ومن وقتها بدأت أفكر بطريقة لحل هذه المشكلة. هكذا تحدث كريم زغيب عن السبب الذي دفعه للاختصاص بتقنية بطاريات الليثيوم والتي نجح بتطويرها، لدرجة أن 66% من التكنولوجيا المستخدمة في بطاريات سيارة تيسلا مثلا تعتمد على تقنية ليثيوم إيون التي أنشأها مع فريقه. وتعتبر الشركات الصينية من الموردين الرئيسيين للتقنية التي ابتكرها زغيب. يطمح زغيب إلى مساعدة الجزائر في انتقالها إلى الطاقة النظيفة من خلال تسريع إنتاج الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد على النفط والغاز، ويعتقد أن الجزائر لديها كافة الإمكانيات التي تؤهلها لإنشاء نظام بيئي فريد، وأن تضع نفسها في مستوى البلدان التي تنتج الطاقة النظيفة. ودعا زغيب السلطات الجزائرية بتسريع اعتمادها على السيارات الكهربائية كبديل للسيارات التقليدية، ليس اعتمادها فقط وإنما تصنيعها لتلبية احتياجات السوق المحلي. ويرغب لو أن الجزائر تتمكن من تكرار تجربة النرويج التي تصدر للعالم النفط والغاز وتستثمر بالعوائد في مجال الطاقة النظيفة، كما أنها تفرض ضريبة ثقيلة على الذين يرغبون باقتناء سيارات تعمل بالمحروقات، بينما تلغي الضريبة نهائيا لو اشترى المواطن سيارة تعمل على الكهرباء. بطاريات الليثيوم. تم تسويق بطاريات الليثيوم إيون لأول مرة من قبل شركة سوني اليابانية عام 1991. في الوقت الحاضر إلى جانب المركبات الكهربائية أصبحت تستخدم بطاريات الليثيوم إيون بشكل شائع في أجهزة مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر ومختلف الأدوات الكهربائية. فقد أحدثت بطاريات الليثيوم إيون ثورة في حياتنا اليومية، حيث أرست الأسس لمجتمع لاسلكي ومترابط وخالي من الوقود الأحفوري. من المتوقع أنه بين عامي 2020 و2030 سيزداد الطلب العالمي على بطاريات الليثيوم إيون 11 ضعفاً، ووصلت قيمة سوق البطاريات إلى 40 مليار دولار أمريكي في عام 2020، ومن المفترض أن يصل حجم السوق إلى حوالي 91 مليار و900 مليون دولار أمريكي في عام 2030. على الرغم من أن أوروبا تخطط لاستثمارات مكثفة للتصنيع، إلا أن الصين تهيمن على الإنتاج العالمي لبطاريات الليثيوم إيون، ومن المتوقع بحلول عام 2025 أن تسيطر الصين على حوالي 65% من الإنتاج العالمي. عبقري ناسا، كمال الودغيري. إذا أرادت ناسا أن تعلن عن نجاح مهمة أو فشلها، فالخبر يأتي من الودغيري لا غيره. عالم مغربي أصبح صلة الوصل بين الأرض والفضاء، مهندس الاتصالات الراديوية، والرجل الذي تجد اسمه موجوداً يعتلي قائمة العلماء في جميع مهام ناسا في الفضاء والأرض. كمال الودغيري
واحد من أهم علماء ناسا والعالم، اكتشف الفضاء أكثر مما اكتشف غيره الأرض. عاش بين نجوم مدينة فاس وسافر عبر الكواكب من مدينة لوس أنجلوس. هبط في المريخ والقمر وزف الأخبار السارة واحدة تلو الأخرى. هوايته ألا يترك هواية إلا ويخوض غمارها. عالم ومهندس ورياضي وفنان مسرحي، أدار مشروع مختبر الذرة الباردة وأشرف على مجموعة علوم الراديو والرادار الكوكبي في مختبر الدفع النفاث التابع لناسا. تركزت أبحاثه على توصيف الغلاف الجوي الكوكبي وعلوم الجاذبية والرادار الثنائي، ولعب أدواراً رئيسية في العديد من بعثات ناسا مثل مركبات استكشاف المريخ ومهمة كاسيني الدولية إلى زحل ومهمة غريل القمرية ومختبر علوم المريخ MSL ومهمة جونو إلى كوكب المشتري ومهمة نيو هوريزونز إلى بلوتو. كمال الودغيري، من أنت؟ وكيف وصلت إلى ناسا من المغرب؟ قبل أن نخبركم بالتفاصيل، لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. يهوى الرياضة ويقضي ساعات طويلة سيرا على الأقدام أو على الدراجة استعدادا لخوض سباقات مختلفة، ويشغل هذا الوقت لاستكشاف المجتمعات والطبيعة، ولديه اهتمامات أيضا بالقراءة والتاريخ والسفر والفن، ليقوم في عام 2006 بإنتاج مسرحية موسيقية تاريخية. جميع هذه الاهتمامات ليست سوى هوايات تغذي مخيلته الفضائية. ولد كمال الودغيري في عام 1968 في مدينة فاس المغربية، مكث فيها حتى سن العاشرة، ثم غادر مع عائلته إلى الدار البيضاء، وهناك تابع تعليمه وحصل على شهادة البكالوريا. منذ صغره كان شغوفا في الفراغ المتروك بين الأجرام السماوية، فقد أثارت اهتمامه المقالات العلمية والصور الفضائية، وكان مفتونا بكل الأشياء التي تطير في السماء من الطيور إلى الطائرات والصواريخ وغيرها. وكان يقضي الساعات يوميا وهو يراقب السماء. أثار استكشاف الفضاء اهتمام الودغيري لأنه أحب الألغاز والبحث عن طرق لحلها، ورأى في الفضاء كنزا من الألغاز التي حفزت مخيلة البشر لآلاف السنين. مباشرة بعد حصوله على البكالوريا أراد والدا الودغيري إرساله إلى فرنسا رفقة أخيه، لكنه فضل السفر إلى لوس أنجلوس لأنه وجد مناخها متقاربا مع مناخ المغرب، ورأى أنها مدينة متنوعة ثقافيا أكثر من فرنسا. هناك بدأ دراسة هندسة الاتصالات الفضائية في جامعة جنوب كاليفورنيا. تعلم في هذا الاختصاص طريقة إرسال إشارات راديوية إلى الغلاف الجوي، والتي تعود إلى الأرض عن طريق المركبات الفضائية أو الروبوتات المرسلة إلى الفضاء. وتركز بحثه على استخدام علوم الراديو كأداة علمية، ومن خلال تحليل التغيرات الصغيرة في إشارة الراديو أثناء انتشارها من المركبة الفضائية إلى الأرض، يمكنه تحديد الخصائص المختلفة للكوكب مثل درجة الحرارة والضغط وتكوينه الداخلي وبنيته. في منتصف التسعينيات تخرج من الجامعة وتقدم بطلب للعمل في وكالة ناسا مع أكثر من 1000 متقدم. نجح نحو 5 أشخاص بالانضمام للوكالة، كان هو واحدا منهم، وتم إرساله للعمل في مركز باسدينا في مختبر الدفع النفاث، وهناك بدأت مغامراته نحو الفضاء. السفر بين الكواكب. تحتوي معظم البعثات الكوكبية على أداة علمية راديوية على متن المركبة الفضائية، والتي تأتي في صلب اختصاص الودغيري، الأمر الذي أتاح له المشاركة في معظم التجارب العلمية على مستويات الغلاف الجوي. بدأ كمال الودغيري عمله في وكالة ناسا على مهمة كاسيني الدولية المتعلقة بكوكب زحل. المهمة كانت نتيجة تعاون بين 17 دولة أوروبية والولايات المتحدة، ووصلت تكلفتها إلى نحو 3 مليارات دولار. وانخرط فيها الودغيري مع علماء من مختلف أنحاء العالم، وبعد 7 سنوات نجحت المركبة بالوصول إلى زحل بنجاح. كانت مهمتها دراسة التركيب الكيميائي للغلاف الجوي للكوكب. تمثل دور الودغيري في جمع البيانات العلمية وتفسيرها،
والتأكد من عمل جميع الأجهزة الموجودة على متن المركبة الفضائية والمسبار. وفي نفس الوقت عمل الودغيري على مهمة المريخ التي انطلقت في كانون الثاني عام 2004، وتمثلت المهمة بإرسال روبوتين جيولوجيين إلى هناك. تمت برمجة هذه الروبوتات للعمل لمدة 90 يوماً، لكنها نجحت بالعمل لأكثر من 1000 يوم. في عام 2014 شارك الودغيري بتأسيس مشروع مختبر الذرة الباردة التابع لمحطة الفضاء الدولية، وبعد 4 سنوات تم افتتاح المختبر تحت قيادته. يضم المختبر، وهو منشأة متعددة الأغراض، فريقا علميا مرموقا، حيث يضم 3 من الحائزين على جائزة نوبل. يقوم المختبر بتبريد الذرات إلى درجة قريبة من الصفر المطلق أو 459 درجة فهرنهايت تحت الصفر، وهي أبرد من أي مكان معروف آخر في الكون الطبيعي. وبحسب الودغيري، فإن إجراء التجارب في درجات الحرارة القصوى هذه تساعد العلماء على فهم كيفية عمل عالمنا على أصغر نطاق. نجح المختبر بتحقيق نجاحات عدة، ونال جائزة المعهد الأمريكي للملاحة الجوية والفضائية المرموقة في مجال علوم الفضاء. ومن المشاريع التي يعمل عليها الودغيري حاليا هو مشروع ناسا الذي أطلقته عام 2019، والذي يهدف لإرسال رواد فضاء مرة أخرى للقمر بحلول عام 2024. يتركز دور الودغيري على إجراء دراسات حول كيفية التواصل بين الأرض والمركبة الفضائية التي ستذهب إلى القمر، ثم تذهب إلى المدار والمحطة الفضائية. وفي المغرب، قام الودغيري بإنشاء مؤسسة بستان الأمل لتدريس علوم الأرض والفضاء لأطفال في إفريقيا من خلال إحضارهم إلى المغرب، وذلك بالتعاون مع خبراء أمريكيين وأوروبيين. خلال حياته حصل الودغيري على عشرات الجوائز من ناسا، منها جائزة بي جي إل ماريانر آند فيوغر، وجائزة القيادة الشعبية التي تعترف بالمهارات الاستثنائية في قيادة الأفراد. والآن أخبرنا برأيك، من هو العالم الذي كانت اختراعاته الأكثر تأثيرا وغيرت شكل العالم أكثر من غيرها؟